كما يوصف في الكتب. ما في كثيرون يرون أن عبقرية الروائي السوداني الطيب صالح كانت تأكيدا لمقولة شائعة: الإنسان ابن البيئة. فمن عرف روايات الطيب صالح يعرفون أيضا أنها جزء لا يتجزأ من الواقع في قرية صغيرة اسمها كرمكول، تقع عند انحناءة النيل الكبرى في شمال السودان. من هذه القرية خرج على الدنيا نجم الرواية السوداني الطيب صالح، ومنها مارس هوايته في الارتحال. الطيب محمد صالح المنشاوي اتولد سنة 29 في نفس البلدة، ودرس المرحلة الأولى هنا في الدب، وبعد ذاك سافر الخرطوم. ومع أن الطيب صالح قدر هذه القرية منذ زمن بعيد، إلا أن آثاره ما زالت باقية. بعض من كتب كان يقرأها، وخطابات كان يتواصل بها مع ذويه، وسرير من الخشب المحلي يسمى العنقريب ما زال يتوسط بيت العائلة المشيد من الطين. كان يعيش في هذا البيت ووالده مزارع، وهو كان يمشي المزرعة وتعلم من القرية وتشرب من القرية ومن حنان أمه وأبوه وحنان القرية. والقرية حياة الاجتماعية فيها حقيقة مترابطة، والأسر ذاتها متواصلة. لم يحدث تغير كبير لمكونات البيئة التي أجاد الطيب صالح توصيفها في رواياته، فإنحناءة النيل، الجروف والنخيل، وأشجار الدوم بقيت معالم حقيقية في قرية كرمكول، وشاهدة على عبقرية المكان وقوة التجسيد. كل الكتب التي وضعها الطيب صالح استمدت من هذه البيئة الطبيعية، من هذه البيئة البسيط، بيئة تنتمي إلى الأخلاق، جذورها مرتبط بالدين، بالعادات، بالتقاليد السمحة. البيوت ما كانت في حيشان، كانت البيوت مفتوحة، يتداخل الجيران مع بعض. في هذا المنزل العتيق ولد الأديب السوداني الطيب محمد صالح المنشاوي، ومن هذه البيئة المحلية الملهمة استلهم مفردات وشخوص رواياته. انطلق الطيب صالح في مواسم هجرات متعددة قبل أن تكون نهاية المطاف تجسيدا لواحدة من أشهر رواياته، موسم الهجرة إلى الشمال. كان الطيب صالح مقرما بقطار الرحيل، وهو الذي يقول في رواية موسم الهجرة إلى الشمال: جمعت متاعي في حقيبة صغيرة وركبت القطار، لم يلوح لي أحد بيده، ولم تنهمر دموعي لفراق أحد، ولكن الدموع انهمرت عندما رحل الطيب صالح للمرة الأخيرة، وعندما ارتحل عنه القلم. فقد مات الطيب صالح، الأديب العربي الكبير، صاحب القلم الملون والعبارة المسكونة بالشعر والرواية الأكثر صخبا في القرن العشرين. فائز الزاكي، النيل، قناة مصر الإخبارية، من قرية كرمكول بشمال السودان.